امبارح موسيماني اعرب عن سعادته بالفوز وقال ان هي كانت مواجهه على حد تعبيره ممتعه، وكان بيؤكد من خلال هذه التصريحات ان هي دي كره القدم اللي بتحمل دائما المفاجآت واللي صعب جدا ان اي حد يتوقع نتائجها. قال انه استفاد كتير من مباراه الانتاج الحربي وتعلم من خلالها العديد من النقاط، من ضمنها ان المباراه لا تنتهي سوى عند صافره النهايه، وشدد على ان كل اللي حصل بيؤكد على ان احنا قادرين على العوده والفوز وحسم المباراه لصالحنا حتى ولو كان هذا الحسم في الدقائق الاخيره. اشار موسيماني ان المباراه شهدت عوده الفريق من الخساره الى الفوز. قال بالنص: تقدمنا ثم تعادلنا ثم تعرضنا للتاخر قبل العوده للتعادل ثم حسم الفوز. قال كمان ان لعيبه النادي الاهلي عبارة عن مجموعة من المقاتلين الأكفاء كانوا بيخوضوا هذه المباراة في ظروف صعبة، وأكد على أن كل لعيبة الفريق هيفضلوا يقاتلوا من أجل حسم بطولة الدوري، وأكد كمان أن جميع المباريات المتبقية صعبة للغاية والجميع يدرك أننا ننتظر مباريات درامية برضو على حد تعبيره في الفترة المقبلة. قال كمان أنه بيتوقع صعوبة المباريات المقبلة، خصوصا وأن كل يعني من وجهة نظر موسيماني هيعتمدوا على الهجمات المرتدة قدام النادي الأهلي عشان التسجيل في شباكه وبالتالي محاولة تعطيله في رحلة حفاظه على لقب الدوري. وقال كمان جملة في منتهى الأهمية، قال: نحن فريق بطل، فريق يبحث دائما عن البطولات، ومن ثم نتعامل مع الظروف الحالية باحترافية شديدة. يعني قال طبعا إلى جانب الكلام اللي أنا بقول لحضراتكم عليه، قال العديد من النقاط الأخرى، تعالوا ناخد فكرة مختصرة عنها من خلال هذا الفيديو. تفضل. كان رعب، كان ماتش كله مشاعر وكله أهداف، وده حاجة لينا يعني حاجة انتوا تستمتعوا بيها. مفيش حد، ده درس ليكم، مفيش حد بيأكد معلومة في الكورة، مفيش حاجة موثوق فيها ومفيش حاجة مؤكدة في كرة القدم. محدش يعرف كرة القدم ممكن تقدم ايه وتعمل ايه. في حاجة كتير عرفتها النهاردة وتعلمتها النهاردة وتأكدت منها النهاردة. اللي تعلمت انه الماتش ما بينتهيش لغايه نهايه صفاره نهايه الحكم. What I've seen اللي شفته is not the first time. وده مش اول مره on this pitch. الملعب ده الارضنا. So you always have to believe that we can do something. لازم تبقى مؤمن ان ممكن تعمل حاجه. Yes, we can always talk about the 2-1 and we came back, but what's more important is what happened at the end. ممكن ناس تتكلم كنا مخسرين 2-1 ورجعنا في النتيجه، بس الاهم الاداء كان شكله ايه في اخر دقائق في اخر ماتش. It was a match like this and we won it 3-2. ماتش زي ده كنا خسرانين وكان 1-0 بين الشوطين وكنا خسرانين 2-1 ورجعنا تاني في السكور وكسبنا. Last week والاسبوع اللي فات ما حدش كان بيتكلم برضه على ماتش مقاولين اللي كان 2-0 ورجعنا برضه كان ماتش زي ده على الملعب ده برضه، وبيقول لك الاسبوع اللي فات ما كانش حد فاكره خالص، ماتش النهارده فكرنا بيه. مباراة النهارده بتقول لي حاجه او بتفكرني بحاجه، بتمثل لي حاجه هنا. ان الفرقه بتاعتنا مقاتلين اكفاء. وفي الظروف الصعبة بيضغطوا جامد وبيدوا اللي عندهم وده كويس جدا. لعبت النهاردة بأربع روس حرب، أربعة مهاجمين، أربعة روس حرب كله طلع، طلعت هاني وطلعت طلعت المدافعين ونزلت مهاجمين لأن كنت عايز أسجل، كنا محتاجين نسجل. وسعيد جدا إن بولي جاب جول النهاردة، دي هدية من عند ربنا كان محتاجها. It's been difficult for him. كانت صعبة، كانت ظروف صعبة بالنسبة له. But one of the guys that worked very hard tonight. بس واحد من اللي أدى كويس وأدى كويس قوي النهاردة. Doesn't look very very flashy, very convincing. ما كانش مقنع قوي. It's Marwan. Marwan. ما كانش أو مقنع والنهاردة أدى كويس قوي، أدى أداء كويس جدا. I know what everybody says about Marwan. أنا عارف الناس كلها بتتكلم تقول إيه على مروان. مؤتمر صحفي يعني كان في كلام محترم جدا من قبل حقيقي موسيماني. موسيماني بيبقى دايما حريص ان هو يوضح لك الصوره بشكل ما فيهوش يعني اي جدال، هو
عنده شفافية في الكلام، هو واضح جدا لما بيكون في عيب أو أخطاء بيتكلم، لما بيكون في شيء جيد أو حاجة إيجابية بيتكلم، لما بنيجي نكسب أو بنفوز بأي بطولة بيتواضع جدا وبيأكد دايما أن التواضع أهم شيء. لما بنخسر وده الحمد لله قليل يعني، ولكن لما بيحصل ده، لأن دي برضو كرة القدم ما فيش أي يعني حاجة تعيب حد، لكن لما ده بيحصل أو ما بنلعبش بالمستوى اللي المفروض النادي الأهلي يعني منتظر وجماهير النادي الأهلي، هو بيطلع وبيتحدث وبيقول أنا اللي جاي عندي هيكون أفضل وأنا هراعي هذه الأخطاء. فمدير فني محترم، لقاء صحفي أعتقد فيه كلام كان كتير جدا مهم. فكرة كمان وده اللي لفت نظر يا كريم، إن هو موسيماني دايما بيحرص إن هو يكون في ظهر اللعيبة، لا يسمح لأي صحفي إن هو يتحدث أو يقلل من شأن أي لاعب، حتى لو كان أداؤه في هذه المباراة مثلا غير جيد، هو دائما ما يدعم الفريق فرد فرد. فدي اعتقد حاجه محترمه جدا، فكره ان هو يثني على لاعب لما يكون اداؤه في مباراه ما جيده، فاعتقد ده شيء في غايه الاحترام حقيقي.